الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. قال إن مدام ملكة تراد نيدريجي نورمال ما رئيس لغتاري بالنسبة للعام الجاي إن شاء الله 2022-2023 وأكتوالمون إن تريزوريير متاع الجمعية ومؤثرة الكلوب أنتيراكت شباب قروين وأنتيراكت قسم. هذه بالنسبة للأكسيون متاع اليوم هي تكمل الأكسيون اللي صارت عندها 3 أشهر وهي جاية. هي عبارة على مبادرة من سامعني كوليكت واللي يشفع عليها سي محمد مالك بالقاضي اللي هو طبيب مختص في شكل سمعية ومع سي عماد رورو اللي هو عماد ديما بخدان نساتيف تاع الأكسيون الأخرى وخذي ومعنتها هي تتمثل في معنتها أنا باش نعطيو للصغيرات سماعات مرة أخرى بالبيل كل شيء يركبوا هيلهم اليوم ويروحوا لجارهم إلا أنهم معنتها عندهم إن شاء الله لمونتاج أنهم باش يوليو يسمعوا خير. المرة الأخرى تم 9 تسليم صغيرات والمرة هذه 7 وقع تسليحهم مع تلميذ اخذناهم وصلحناهم و4 جدد سلموهم. شلمزاني أخصائية في قيس وتصحيح السمع في القروين به اليوم موجودين في الليفينمون للمرة الثانية في مركز رعاية فاقدي السمع بالقيروان. الحملة هذه جت في إطار أنه ناخذوا سماعات تقدم فمشكون زادت بعض سماعات ونحاولوا ركبوهم للصغار بالشكيكة سهلوا لهم شوية يكونوا سيتو الصغار اللي عمرهم ما سمعوا وكيكة يندمجوا أكثر وأسهل في الحياة الاجتماعية ويكونوا عناصر فاعلين. هذه كانت تابعة بالتشارك مع جمعية سماعة كوليكت وتريك قروان باش تعرفوا أكثر على الأكسيون هذه نجموا تزور الموقع على الفيسبوك سماعة كوليكت واللي عنده سماعات تقدم ما عادش يستعمل فيهم علاش ما نفعوش بيه مع بدو خير. فتحي غرسلي مدير جهة وشؤون اجتماعية بالقيروان. احنا اليوم في جمعية أصداء القيروان القصيرين سمعين اللي هي جمعية الحق من أنشط الجمعيات في ولاية القروان هي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. عندها عديد الورشات اللي عملتهم لتكوين الوليدات المعاقين ويتحصلوا بعد على شهيد في التكوين تخول لهم الاندماج بعدين في الدورة الاقتصادية المجتمع في الحصول على موارد رزق سواء عن طريقنا احنا سواء عن طريق البنك التونسي للتضامن سواء عن طريق الجمعيات التنموية باش ينتصبوا لحسابهم الخاص ويعولوا على امكانياتهم الذاتية. بحكم انهم هما الوليدات هذوما اغلبيتهم معناها عندهم اشكاليه في نقص في السمع يطلبوا الحصول على الات معناها تيسر لهم معناها التواصل مع غيرهم وشي ولا يسمعوا ويتواصلوا. احنا محمد رامي العيشي اخصائي في قيس وتركيب الات السمع. اليوم جينا القروين في كادر نتاع اكسيون باش نركبوا سماعات المستعمله اللي ديجا معناتها لميناهم العباد اللي حبوا يتبرعوا بسماعاتهم باش نركبوهم الوليدات الصغار اللي ظروف ما سمحتهمش باش يركبوا سماعات وباش يندمجوا في المجتمع. حبيت نشكر كل من ساهم في الحكايه هذه وكل من ساعد باش الصغار الصغيرات اللي كانوا ما يسمعوش باش يولوا يسمعوا وفرحت برشا اللي كان ولدي باش يعمل معناتها باش يعمل سماعي واللي يسمع واللي كان برشا صغار واللي يتكلم صدقيني فرحانه بها برشا الحكايه هذه وان شاء الله ربي نشكرهم كل ان شاء الله ربي يفرحهم كل من ساهم وكل من عاون في الحكايه هذه كلها. الحياه فهم. الحياه فهم. زهره الحياه.